أخبرني يا أستاذي كم للفاتح من أمجادي، هل تخبرني يا أستاذي كم للفاتح من أمجادي، من أهله كيف اجتاز درب الخير يدعو الهادي، من أهله كيف اجتاز درب الخير يدعو الهادي. يعجبني منك يا أختاه حب منك للأجداد، يعجبني منك يا أختاه حب منك للأجداد، كان الفاتح نجم الدنيا ينشر فيها كل رشاد، كان الفاتح نجم الدنيا ينشر فيها كل رشاد. هذا الدنيا يا أستاذي دانت سهلا سالت وادي، هذا الدنيا يا أستاذي دانت سهلا سالت وادي، كيف الفاتح يحكم فيها ينشر عدلا عبر بلادي، كيف الفاتح يحكم فيها ينشر عدلا عبر بلادي. يجل الظلم عن مظلوم يمحو عنه قهرا باد، يجل الظلم عن مظلوم يمحو عنه قهرا باد، يعلي العلم يبني دوره كونوا مثله نورا هادي، يعلي العلم يبني دوره كونوا مثله نورا هادي. هل تخبرني يا أستاذي كم للفاتح من أمجادي، هل تخبرني يا أستاذي كم للفاتح من أمجادي، من أهله كيف اجتاز درب الخير يدعو الهادي، من أهله كيف اجتاز درب الخير يدعو الهادي. يعجبني منك يا أختاه حب منك للأجداد، يعجبني منك يا أختاه حب منك للأجداد، كان الفاتح نجم الدنيا ينشر فيها كل رشاد، كان الفاتح نجم الدنيا ينشر فيها كل رشاد. هذا الدنيا يا أستاذي دانت سالت وادي، هذا الدنيا يا أستاذي دانت سهلا سالت وادي، كيف الفاتح يحكم فيها ينشر عدلا عبر بلادي، كيف الفاتح يحكم فيها ينشر عدلا عبر بلادي. يجل الظلم عن مظلوم يمحو عنه قهر بادي، يجل الظلم عن مظلوم يمحو عنه قهرا بادي، يعلي العلم يبني دوره كونوا مثله نورا هادي، يعلي العلم يبني دوره كونوا مثله نورا هادي، كونوا مثله نورا هادي، كونوا مثله نورا هادي، كونوا مثله نورا هادي. فاتح يا كل أمانينا، فاتح يا لحن أغانينا، فاتح يا كل أمانينا، فاتح يا لحن أغانينا، أمنا وسلاما أعطينا، أقدم وانشر عدلك فينا، أمنا وسلاما أعطينا، أقدم وانشر عدلك فينا، أقدم 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 وانشر عدلك فينا. جيش جرار سابح، فاتح يا ذا العقل الراجح في جيش جرار سابح، خطط تفكر أنت الرابح، أقدم وانشر عدلك فينا، أقدم 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 وانشر عدلك فينا.
خلصنا من ظلم طال حقق آمال الأجيال خلصنا من ظلم طال حقق آمال الأجيال فاتح يا بطل الأبطال أقدم وانشر عدلك فينا فاتح يا بطل الأبطال أقدم وانشر عدلك فينا أقدم 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 وانشر عدلك فينا خلصنا من ظلم طال حقق آمال الأجيال فاتح يا بطل الأبطال أقدم وانشر عدلك فينا فاتح يا بطل الأبطال أقدم وانشر عدلك فينا أقدم 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 وانشر عدلك فينا السجين حان وقت الطعام هناك معكم أنتم في الاتجاه الصحيح أوربان ما الذي يجري في زنزانتك وما هذه الأصوات لماذا تضع اللوح الخشبي وسط الغرفة؟ لا شيء، لا شيء، كنت منشغلا بتنظيف الغرفة يا سيدي. أخبرني ما الذي يجري؟ هيا 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 هيا
اسمع أيها الخبير أوربان، أسرع الآن ولا تضع الوقت. ابدأ بتجهيز قالب للمدفع السلطاني لنرى جميعا كيف يعمل. سأصنع المدفع السلطاني بقطر 12 شبرا. سيكون القالب عموديا، لذا نحتاج إلى منصات خشبية عالية. ارفع ارفع. وسوف تتم تجربة الرمي بعد صلاة الجمعة. نحذر السكان المجاورين للميدان من الهلاك. مولانا السلطان يأمركم بأن يعلم الحاضر منكم الغائب. يا أهالي أدرنا، إليكم أوامر مولانا السلطان. غدا وبعد صلاة الجمعة وأمام القصر سوف تجرى أول تجربة للرمي. نلفت انتباه الجميع إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة. كل شيء جاهز؟ نعم يا مولاي. إذن لنتوكل على الله. استعد. واحد اثنان اطلق. لنبحث في الخلف، فأنا لا أصدق أن القذيفة قد قطعت كل هذه المسافة. أما أنا فلدي شعور أن القذيفة قد سقطت في هذه المنطقة. هاي، لقد عثرت على مكان القذيفة. اتبعوني. ماذا؟ لقد أحدثت حفرة العمق. أترى؟ إذن فهذا المدفع ليس لهدم الأسوار فحسب، بل كل شيء. وإذا زاد عدد هذه المدافع فلن تكون لأسوار القسطنطينية أهمية، ولن تصمد الأسوار والتحصينات أمام هذه المدافع. أننا قبل سنة أقسمنا على بناء حصن روميلي، وقيل حينها بأن بناء الحصن خطوة نحو السيطرة على القسطنطينية، وقد قمنا منذ ذلك اليوم بعمل الاستعدادات اللازمة دون أن نعلن عما نخطط لها. لكن الأصدقاء والأعداء قد عرفوا وأدركوا أننا عازمون على إنهاء دور القسطنطينية
هذه المدينة العجوز، وقد كانت القسطنطينية دائما تثير الفتن ضدنا وتحاول إقناع الأعداء للقضاء علينا، والمنطق يا سادتي يقول بأن على المرء ألا ينتظر هجوم الأعداء، بل عليه أن يأخذ بزمام المبادرة ويتصرف قبلهم. يا أهل الخبرة والمشورة والرأي، لقد جمعتكم اليوم لأنه لم يبقى أمامنا خيار آخر، وأنا متيقن بأنكم سائرون معي على نهج واحد، لذلك أردت أن أقول لكم إن علينا دخول المعركة واحتلال القسطنطينية بدون تردد. وخلافاً لذلك فلن نكون أهلاً لهذه الدولة ولا أمناء على ممتلكاتها. أريد أن ألحق القسطنطينية بدولتنا العثمانية، فإن لم أفلح فإني أخشى أن تسقط دولتنا، فما علينا إذن إلا أن نعجل بالهجوم ولا نضيع الوقت أبداً. وأطمئنكم بأن الأعداء يشعرون بضعفهم، وقد بدأوا باللجوء إلى الدول الأوروبية لحمايتهم، فهل تعتقدون أنهم قادرون على الدفاع عنها؟ لقد حوصرت هذه المدينة وطوقت مرات ومرات، وقد حاصرها أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، ذلك الصحابي الجليل الذي استشهد على أثرها. قبره شاهد قرب أسوار القسطنطينية. اللهم اجعل فتح أبواب هذه المدينة على أيدينا، واجعل الشهادة من نصيبنا يا رب العالمين. أعنا على نشر دعوة الحق ورفع راية الإسلام. هل شاهدت شيئا يلوح في الأفق؟ لا، إني لا أرى شيئا على الإطلاق يا صديقي. ماذا تفعلون هناك؟ ولماذا تغلقون الأبواب؟ ها؟ ألم تسمع الأخبار أم أنك ترغب بالحديث؟ أخبار؟ أرأيت أيها المساعد، لقد استيقظ هذا القروي المسكين الآن. مسلمون أنتم؟ وهل حسبتنا من الروم؟ لقد احتشدت جيوش السلطان في أدرنا منذ عدة أسابيع يا أخي.
من أي قرية أنت يا رجل؟ من بيتري. أعتقد أنها في وسط الغابة، وليس لأهلها علم بما يجري في أرجاء العالم. وهل عدد المسلمين القادمين كبير؟ أو يكفي لاحتلال القسطنطينية 10 جنود؟ يا بتري، لا تضع الوقت وابحث لنفسك عن باب مفتوح أيها الطيب، وإلا ستبيت ليلتك في العراء. اذهب بهذا الاتجاه وابحث عن الباب الرابع، وهو الباب المنبسط، ربما ظل مفتوحا حتى هذه اللحظة. ماذا أفعل؟ هل أخبر القرية أم أذهب؟ سأذهب. سأخبر أهل القرية أولا ثم أبحث عن الباب. إذا بقيت مترددا هكذا فسوف تخسر الباب وأهل القرية معا. وإذا بقينا هكذا فلن نرى السلسلة. هيا عود للعمل وتناول الخليط، فأمامنا الكثير. إذن عليك أن تعطينا الخليط. وضع جنود القسطنطينية سلاسل ضخمة من المعدن على عرض الخليج، وصاروا يتحكمون بمرور السفن. فإذا أرخوا السلاسل نزلت تحت مستوى الماء ومرت السفن من فوقها، وإذا شدوا هذه السلاسل ارتفعت عن سطح الماء ومنعت السفن من تجاوزها. اسحبوا الآن وبسرعة. إنهم قادمون 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 إنهم قادمون. هيا قادمون. انظر، لا أرى شيئا في الأفق. كثيرة الفرسان يا أشجع الشجعان، عدوكم مخادع وماكر جبان، حصونه ضعيفة وجيشه مهزوم، والشعب زاد ظلمه والظلم لا يدوم، حصونه ضعيفة وجيشه مهزوم، والشعب زاد ظلمه والظلم لا يدوم، هيا انهضوا وحققوا للشعب ما يريد. إنهم قادمون قادمون وبعدد رهيبة، لقد جمع السلطان محمد كل طاقته للهجوم يا مولاي. لا تتكلم هكذا، لم أرك ضعيفا من قبل. مولاي الإمبراطور، أتعتقد أنني بدأت أشعر بالخوف؟ كلا يا مولاي، أنا واثق من أنهم ضعفاء أمام هذه الأسوار الضخمة مهما بلغت أعدادهم. نعم نعم، لقد صدقت، لن يصمدوا أمام أسوارنا المنيعة. وانشر عدلك فينا.
أيها القائد، أعلمني فقط بما رأيت لأن الأوامر ستكون مختصرة. اطمئن أيها السلطان، فمعنويات جيش العدو ضعيفة وجيشنا معنوياته مرتفعة وجاهز للقتال في أي لحظة ترونها مناسبة. حسناً، هل يستطيع أحد الدخول إلى القسطنطينية أو الخروج منها إلا بعد أن نعطيه الإذن بذلك؟ إذا ما رفضوا فلتكن أول طلقة مدفعية بعد صلاة فجر الغد، وسنرى هل ستنفجر الحرب بعدها أم لا. سوف تنفجر. حسناً، أدعو الله أن يوفقك وييسر أمرك ويسدد خطاك. شكراً مولاي. مرني يا مولاي. اذهب برسالتنا إلى قسطنطين واتلها عليه. من السلطان محمد بن السلطان مراد إلى إمبراطور القسطنطينية، أولاً إذا سلمتم المدينة دون قتال فلن تكون هناك أي أضرار أو خسائر في الأموال أو الأرواح، وعلى عكس ذلك فعلم أننا قادمون وأن جيشنا سيهاجمكم. ثانياً، وعلم أنني بعثت إليك بمحمود باشا ومحو الصلاحية الكاملة للتفاوض معكم في مختلف القضايا ومنها حصار المدينة. أهل السلطان محمد مقتنع بما هو مكتوب؟ أعلم ليس السلطان محمد فقط، بل كل هؤلاء الجنود الذين تجمعوا أمام الأسوار. هكذا إذن أليكسي محمد لم يكبر بعد. لقد جاء آباء محمد وأجداده في الماضي ووقفوا أمام هذه الأسوار ولم يستطيعوا عبورها. تعتقدون أن هذه الأسوار العظيمة مثل سياج حديقتكم؟ أود أن أوضح لكم شيئاً، وأجد نفسي مضطراً لتذكيركم بأمور مهمة. أولها أنه لم يقف أمام أسوار القسطنطينية من قبل مثل هذا الجيش العظيم، وثانيها أن القسطنطينية لم تصل إلى مثل هذا الضعف، كما أن مولاي السلطان محمداً واثق من أنكم لن تستطيعوا جمع أكثر من 10,000 جندي. وثالثها أن المدفع الذي امتلكته الدولة العثمانية يحتاج 50 زوجة من التيران لجره وسحبه، وفي كل يوم يشاهده آلاف مؤلفة من أهل القسطنطينية. أعلم يا سيدي أن هذه الأسوار وحتى الجبال لا تستطيع الصمود أمام هذه المدافع. هكذا إذا محمود باشا، تعال أريك. تعال واقترب. هذه الخنادق التي تحيط بالقسطنطينية، هل تعرف كم عرضها يا محمود باشا؟ نعم يا سيدي الإمبراطور، عرضها 20 متراً.
حسنا، وهل تعرف كم عمقها؟ ربما كان أخفض عمق هو 10 أمتار. وتعرف أن سماكة السور الخارجي 10 أمتار والداخلي 15 مترا؟ وأنت تعرف أيضا مدى ارتفاع هذه الأسوار، أليس كذلك محمود باشا؟ هذا مفهوم يا سيدي الإمبراطور، ولا داعي لشرحه. بأي منطق فكرتم؟ على أي شيء اعتمدتم؟ 400 قطعة بحرية بالرغم من تغطية السلاسل لهذا المضيق. إن هذه السفن تواجدت في المضيق ليقوم العساكر باصطيادها كلها. في الحقيقة يا سيدي الإمبراطور، أنا لم آتي للحديث عن العساكر على ظهر السفن، ولا للحديث عن أولئك الذين يصدون السمك في المضيق. ولماذا إذن أتيت يا محمود باشا؟ جئت لأقول بأن أهل القسطنطينية لا منجى لهم منا ولا مفر، وقد أردت أن أنبهكم إلى ذلك. إن التجهيزات العسكرية التي أنجزت منذ بناء أسوار الرومل وحتى يومنا هذا ليست عظيمة فحسب، بل هي فوق طاقة القسطنطينية، وأنا أعتقد أن السلطان محمد قد فعل ذلك إجلالا واحتراما للقسطنطينية. يا له من احترام! إذا كنتم تحبون القسطنطينية فأرجو أن تغمضوا أعينكم أمام هذه القوة العظيمة، وكونوا على يقين بأنه لن يصيب أهل القسطنطينية مقدار ذرة من ضرر، وأن السلطان محمداً مستعد للتفاوض وتقديم كل الضمانات التي تلزم لذلك، وإلا فالهجوم لا أريد أن أفكر بذلك، فإن القسطنطينية لا تستحق ذلك. سوف أذهب، لا ذنب لكم في أعناقنا، لقد نفذنا أوامر ديننا الحنيف وعرضنا عليكم السلم، لديكم مهلة للتفكير حتى صباح الغد، وإلا فسوف تسقط عليكم أول قذيفة عند شروق الشمس. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اقذف بالمدفع نارا وبه حطم أسوارا، واهزم يا فاتح أشرارا كي يقضي الليل نهارا. اقذف بالمدفع نارا وبه حطم أسوارا، واهزم يا فاتح أشرارا كي يقضي الليل نهارا. بسم الله وعلى الله الاتكال، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله على بركة الله. اطلقوا المدافع. اقذف بالمدفع نارا وبه حطم أسوارا، واهزم يا فاتح أشرارا كي يقضي الليل نهارا. اقذف بالمدفع نارا وبه حطم أسوارا، واهزم يا فاتح أشرارا كي يقضي الليل نهارا. you
واستمر حصار القسطنطينية، فقد قرر السلطان محمد أن يقصف أسوارها بالمدافع ويضعف معنويات جنودها قبل اقتحامها. عليك يا سانغوس باشا أن تحيط بالقلعة من هذا الطرف، كما وأنني أضع الخليج لغاية باب الحطب أمانة في عنقي. لا تدخل معهم أي معركة، بل دعهم بدون قتال. عليك أن تصنع لنا جسرا يقرب الخليج من الأسوار تحسبا للأخطار. يا سانغوس باشا، بإمكانك أن تتكلم، أنا أستمع إليك الآن. يا مولاي، مضت 6 أيام على قصف المدافع وتحطمت جميع الأسوار، لقد نفد صبرنا ونحن نريد أن نقتحم المدينة. كلا، يجب أن يستمر قصف المدافع 10 أيام كما قررنا، استعداداتنا لم تكتمل. مولاي السلطان، مولاي، جاءنا خبر بأن 3 سفن قادمة من بحر مرمرة تقترب الآن. إنها مساعدات، سنمنعها من الاقتراب من السلاسل. أيها القبطان، عجل بإيصال الخبر إلى سليمان أوغلو. فليتدبر أمرهم قبل أن يقتربوا أكثر من الخليج. ترى هل يفكرون بالتسلل من الشاطئ؟ يحتمل أن تكون خدعة. نعم، لكنهم ما زالوا يتقدمون. أنت دائما على حق يا سيدي. لنغلق الشاطئ. هيا يا رجال إلى اليمين، هيا يا رجال إلى اليمين. هيا الرياح الجنوبية التي كنت أريدها، هيا افتحوا كل الأشرعة. افتحوا الأشرعة، كل الأشرعة إلى أعلى. الآن جهزوا أنفسكم، سننفذ الخدعة. لفتوا المركب إلى البحر المفتوح، هيا. واللواء للأمام. انظروا، ها قد بدأوا يبتعدون الآن، إنهم خائفون، خائفون. يستخدمون أشرعة ضخمة. لقد ازدادت سرعتهم أكثر. ما رأيك؟ هل تتمكن سفننا من إرغامهم على الاستسلام؟ لو توجهوا إلينا سوف يقعون حتما في أيدينا، أليس كذلك؟ ها قد تركوا الرياح خلفهم، إياكم أن يفلتوا منا. بعد قليل سندخل إلى الخليج، على الجميع الاستعداد. مرحى، ها قد جاء المدد أخيرا، مرحى للرجال. والآن وجهوا دفة المراكب إلى الخليج، إلى الخليج مباشرة. لقد فعلوا مثل ما فكرت تماما وانتهى كل شيء. أعتقد أنهم لن يستطيعوا اللحاق بهم نهائياً. ربما كانت هناك مجموعة تريد اللحاق بهم. أساطيلهم ضعيفة، حتى لو لحقوا بهم فلن يستطيعوا ذلك أبداً. أوه.
ولكن ماذا يفعل هؤلاء؟ ألا يستطيعون الاستيلاء على هذه السفن الثلاث؟ بالتا أغلو، لماذا توقفتم؟ أمسكوا بهم ولا تتركوهم، هيا تحركوا إلى الأمام. الإمبراطور يسأل هل أرخيتم السلاسل أم لا؟ نعم، لقد أرخينا السلاسل تماما، كل شيء جاهز الآن. إذن استعدوا، تقترب السفن. والآن أسرعوا، هيا شدوا السلاسل. ثلاث سفن يا سليمان بالتا أغلو عبرت إلى الجهة السفلى، لو أنك أمسكت بواحدة منها ماذا كنت ستفعل لو جاءت أساطيل؟ الريح الجنوبية. هل تعرف كم خسرنا بسبب هذه الرياح؟ لقد كان أهل القسطنطينية على وشك الاستسلام وقد ارتفعت معنوياتهم بفضلك أنت. لقد استطاعوا الصمود. اعلم أنني قد عزلتك وستحاكم لتقصيرك. سيد حمزة، أنت قبطان البحر الآن، لا أريد أي أخطاء في المستقبل. أما مهمتك الأولى فهي إيجاد طريق إلى السفن الثلاث المختبئة وراء هذه السلاسل والوصول إليها وإحراقها. أيها القادة، أليست هناك طريقة للتخلص من هذه السلاسل؟ من لديه طريقة فليتقدم. سيدي اسمعني جيدا، لابد أن تكون هذه الطريقة مبتكرة لم يسبق استخدامها، وما دمنا لا نستطيع إذن يتوجب علينا أن ندخل الخليج من الجهة الأخرى. اسمعوني الآن، إن الوقت ليس في صالحنا ولن نعطي العدو فرصة أخرى ليلتقط أنفاسه. سيد حمزة، لنبدأ الاستعداد فورا، وإذا لم تنجز العملية الليلة فلتكن غدا. وضع السلطان محمد خطة سجلها له التاريخ، واستطاع بها أن يشق ممرا فوق الجبل وأن يجر سفنه عبر هذا الممر فوق جذوع الأشجار التي طليت بالزيت، فلم يعد للسلاسل المعدنية التي صنعها جنود القسطنطينية أي أثر، فقد تجاوزتها سفن السلطان محمد. Thank you.
أحسنتم يا رجال، أحسنتم. لقد أحرق المسلمون السفن. لقد دخل المسلمون الخليج. هل أحرقوا جميع السفن؟ لقد احترق نصفها. ولكن كيف استطاعوا أن يكسروا تلك السلاسل؟ ما زالت سليمة. وكيف عبر هؤلاء إلى الخليج؟ ربما قد يكون الشيطان ساعدهم في ذلك العبور. هل طار هؤلاء فوق السلاسل؟ انظروا هناك، لقد فرشوا ألواح الخشب على الشاطئ المقابل. تمزح؟ هل تعني أنهم قد تدحرجوا فوق اليابسة؟ احذروا، المسلمون يستعدون للهجوم عليكم. أيوا المدافع للرمي، فالأعداء قادمون. هيا أيها الأسود. وانتهت جولة من جولات هذه المعركة دون نتيجة، وظل السلطان محمد وجيشه يحاصرون القسطنطينية فيقاتلون نهارا ويرتاحون ليلا، حتى مضى على الحصار 53 يوما.
يا شيوخي الأفاضل، أيها السادة، أيها الجنود البواسل في هذه المعركة، أرجو أن تستمعوا إلي جيداً. لم أجمعكم هنا لمناقشة الأخطاء التي شاهدناها، بل جمعتكم لكي أقول لكم إننا بحاجة إلى كل شجاع شهم قوي العزيمة والإرادة، لأننا سنشن الهجوم الكاسح غداً إن شاء الله. أيها الجند الأقوياء، تعلمون أن المدينة التي نريد احتلالها قد أحاطت بأسوارها قلاع من الجبال، وهذا ليس بالأمر الهين. إن عبور الأسوار والتسلل من خلالها إلى المدينة هي أكبر عملية شاقة عليكم القيام بها. ويا سادتي، وبعد عبور الأسوار تنتظركم بلا شك مهالك ومخاطر كثيرة جداً. فبعد 53 يوما من الحصار طمرت خنادق هذه المدينة ودمرت قلعتها من جهاتها الثلاث. وقد وفرنا لكم سهلا بدلاً من احتلال نصف هذه القلعة الصامدة التي استعصت على الأحصنة والعتاد، وحتى يومنا هذا كنا نقاتل نهاراً ونرتاح ليلاً. وإننا نسأل الله أن يمدنا بنصر من عنده وأن يمن علينا بالفتح المبين. أيها الجند، استعدوا، وعلى بركة الله ولإعلاء اسمه سيروا. غدا نبدأ القتال المستمر دون توقف، والذي ينهك منا يحل محله الآخر. أيها الجند، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ويقول تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. اعمل جيدا، هناك أسرع. يقول تعالى: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. الله أكبر، الله أكبر، أطلقوا المدافع. الله أكبر، على بركة الله، ابدأوا المسير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. أها.
تتراجعوا. الله أكبر، إنها راية، انظروا، أمطروهم بالسهام. هيا فوق البرج، ساعدوهم أيها الرجال، لنذهب في الحال. اسم ذلك الشجاع. الحقق الحلم، أرواحنا والدم تفديك يا علم. ما أعذب الألم، الحقق الحلم، أرواحنا والدم تم النصر بعون الله. الله أكبر. إلى أين تذهبون؟ أين تذهبون؟ لك الشكر يا رب العالمين. ومنذ تلك اللحظة سمي السلطان محمد الثاني بالفاتح، ودخل القسطنطينية في موكب رائع، فاستقبله أهلها بالأزهار والورود وأناشيد الفرح، فأعطاهم الأمان على أنفسهم وأموالهم، وأصدر أوامره لجنوده بعدم الاعتداء على السكان. زار السلطان محمد الفاتح كنيسة آيا صوفيا، وأمر بأن يؤذن فيها بالصلاة وجعلها مسجداً جامعاً للمسلمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وصلى فيها صلاة الشكر لله تعالى على هذا الفتح المبين. أمر السلطان محمد الفاتح بإعمار ما تهدم من أسوار القسطنطينية، ونظم أمور المسلمين والمسيحيين فيها. وجعلها عاصمة للخلافة العثمانية، وأطلق عليها اسم إسلامبول، أي مدينة الإسلام. فاتح يا كل أمانينا، فاتح يا لحن أغانينا، فاتح يا كل أمانينا، فاتح يا لحن أغانينا، أمنا وسلاما أعطينا، أقدم وانشر عدلك فينا، أمنا وسلاما أعطينا، أقدم وانشر عدلك فينا، أقدم 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 وانشر عدلك فينا. فاتح يا ذا العقل الراجح في جيش جرار سابح، فاتح يا ذا العقل الراجح في جيش جرار سابح، خط تفكر أنت الرابح، أقدم وانشر عدلك فينا،
أقدم 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 وانشر عدلك فينا، خلصنا من ظلم طال حقق آمال الأجيال، خلصنا من ظلم طال.